استكلام. مساء الخير دكتور مصطفى الدرناوي الاخصائي المستشار النفسي والاخصائي الاجتماعي، اهلا وسهلا بك في برنامج خط احمر. اهلا وسهلا بك اخت مريم، مساء الخير لجميع العاملين براديو واعد المتلفز، مساء الخير الى اهلي في طرابلس، مساء الخير لجميع من يسمع اثير اذاعه راديو واعد المتلفز الان. شكرا لك يا دكتور، نورتنا ده في استوديو وعد. دكتور موضوعنا اليوم، عنوان حلقتنا عن فشل الزواج، وان الفشل الزواج لا يعتبر نهاية الحياة، ولكن ربما يكون الفشل هذا ينتهي بطلاق، او ربما يكون الفشل ان الزوجين يكونوا تحت سقف واحد ولكن تعتبر حياتهم فاشلة بعدم مفيش لا تواصل ولا نوع من الحوار وجفاف عاطفي. فما هي الاسباب اللي تؤدي الى فشل هذا الزواج، وخاصة لما يكون الزواج مبني على حب او باختيار موفق من الطرفين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الحقيقة لابد نعرف أن العلاقة الزوجية هي أشرف وأسمى العلاقات الإنسانية على الإطلاق بين الرجل و هذا الارتباط وهذا الزواج اللي يصنع السكينة والمودة والرحمة، ويتحقق به الاستقرار العاطفي بين الزوجين. بالنسبة الحقيقة الإشكالية اللي نعانوا فيها في الوطن العربي ووقعنا في ليبيا، أن هناك حقيقة جفاف عاطفي ومشاكل في بيوتنا، حتى البيوت نقوله مستقرة لكن هي فيها هيجان داخل، لأن ما لم يكن حقيقة ما لم نظهر الحب في بيوتنا ولا نتكلم بالحب ونظهر، لماذا نظهر البغضاء لما الزوج يغضب على زوجته أو الزوجة تغضب على زوجها؟ يعني السب واللعن والشتم من كلام ربما في دقيقة واحدة ممكن واحد يخرج منه 100 كلمة نابئة للطرف الثاني. في الوقت اللي مثلا سنوات ما تسمعش المرأة من زوجها كلمة حب أو يعني كلمة ترفع بها عن نفسها، والمرأة نفسها ما تستطيع أن تقول مثلا لزوجها كلمة حب ترفع معنوياتها. فأنا للأسف يعني لما نسمع الكلام على الحب تنصرف أفكارنا وعواطفنا إلى حب الغرام والفسق والمجون، لأن حقيقة أفسدوه بالمسلسلات الفاضحة والكلمات الهابطة. الحب هو حقيقة، لما الرسول سألوه وقالوا له من تحب يا رسول، قال عائشة، ومن الرجال قال أبوها. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم فينا يعني كيف نبوح ونخرج الحب للطرف الآخر، ولكن مشكلتنا احنا الحب سجين القلوب مسجون داخل، لا يمكن يظهر الرجل لزوجته معاني الحب ومعاني يعني هذا الارتباط العظيم. ليش باي، ما السبب اللي يجعل الزوج مع انه المفروض انه هو يكون اكثر نضجا واكثر حكمه في احتواء زوجته، وكيف انه هو يقدر يحتوي زوجته ويكون الامن والامان لها ويكون الاطمئنان لزوجته، فليش الزوج ما يقدرش انه هو يبوح بهذه المشاعر لاقرب انسانه لي وهي زوجته؟ يعني اولا يقول لك عاداتنا وتقاليدنا هكذا تعودنا، هذا رقم واحد. رقم اثنين كثير من الناس يتأبى ان يدخل ياخذ دورات المهارات الزوجية، كيف يكون زوج مثالي وكيف تكون الزوجة زوجة مثالية. مهارات الحياة كلها مهارات، اللي لا يملك المهارات لا يستطيع ان يبدع. لابد من حيث انت بتشغلي الكمبيوتر لابد تملكي مهارات التعامل مع هذا الجهاز. والحياة الزوجية تحتاج الى مهارات من الرجل والمرأة، فهناك دورات نعد فيها احنا على اساس الزوجة يعني الزوجة المثالية لمستقبل مشرق والزوج المثالي لمستقبل مشرق. ايش فيها؟ فيها مهارات التعامل الزوجة مع زوجها، كيف الرجل يشعر بالسكينة والمودة والرحمة مع زوجته، وكيف هو يجعل من زوجته زوجة رائعة وزوجة تحبه وزوجة يشفق عليها ويتكلم معها بمعاني الحب والتقدير والاحترام.
هذه هي اللي نفقدوها احنا في مجتمعنا هنا. تمام يا دكتور. نعم. في حاجه بس انا حابه نوضحها قبل ما نخشوا على النتائج ممكن يترتب على ذلك والاثار النفسيه تترتب على المراه، حابه نعم. نعرف في فتره الخطوبه او فتره التعارف احيانا كل واحد من الطرفين يصدر منه موقف او رده فعل، او ممكن مش حابه مثلا تصرفات او اشياء او طباع معينه في الطرف الاخر، فيقول بعد الزواج ربما انا نقدر نصلح من هذا الطرف ونخليه يمشي او يتماشى مع طباعي اللي أنا حابها. هل هذا الشيء صحيح؟ هل فعلا أن احنا نقدر نغيره من أشخاص بعد الزواج؟ يعني بعد 30 سنة هو عايش مع عائلته وأصبح أو عائلتها في السنة هذه أصبح معاي، فهل أنا في خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة نغير من طباع الشخص اللي أمامي أو صعب هذا الأمر؟ أما أنا نريد أن نوضح شيء أراه، أما الحب قبل الزواج قبل عقد القران لا يوجد حب، هذا يعني راه العشق هدايا والميول والحب الملتهب قبل الزواج اللي هو حب العشق والميول، هذا لا يعني شيء في الحياة الزوجية، لأن راه يعني هذا الحب حب اللي قبل الزواج والعلاقات بالهاتف وكل واحد يظهر للتاني الكمال ويظهر لأنه هو أفضل رجل وأنه أفضل زوجة وأفضل بنت وأفضل كذا، هذا من الأخطاء اللي يرتكب فيها شبابنا الآن. والحب يأتي بعد الزواج، بعد من الزواج يبنى لبنة لبنة ويبنى يعني كثير من حالات الزواج اللي حصلت بالعلاقات، كثير من الشباب يجوني وكثير من كذا يقول لي أنا عشت سنة كاملة أو في اللي ست شهور سواء بنت أو ولد، يقول أني عشت أحلى أيام حياتي في علاقة مع زوجتي الآن، أو فترة الخطوبة يعني بعد فترة الخطوبة. وإذا به بعد الزواج ينتكس تماما، يقول لك أنا الشاب، يقول لك أنا الكلام اللي كنت نسمع فيه من زوجتي زمان ما يعني ما عاد سمعت على الإطلاق، والزوجة كذلك تقول الكلام الحلو والجميل والرائع اللي كان يقول لي فيه ما عادش أنا سمعته. ولهذا هذا الحب، لا هذا حب المسلسلات والتمثيليات وحب، والله لو نجح يعني فعلا زواج لنجح زواج الممثلين والممثلات، الممثلات اللي في مصر واللي في تركيا واللي في كذا، ولكنهم أفشل ناس هم هؤلاء الناس اللي حولوا لنا هذه الفكرة إلى أولادنا وبناتنا. يعني أنت تشوف يا دكتور الزواج التقليدي أو زواج اللي يكون أصدق يعني صادق أفضل وأنجح من زواج العلاقات والزواج اللي مبني على أحلام وردية وفي الآخر تكون تصبح كل هذه الأحلام وهم بعد الزواج. احنا زواج عندنا ليه طرق، أولا لما الشاب بيقبل على خطبة بنت لابد أنه هو يا إما من عائلته ويعرفها، يا إما من جيرانه، يا إما في الجامعة وإما في المدرسة وكذا. فلما يعجب بها مثلا أولا أول خطوة يستخير الله عز وجل، ثاني خطوة يسأل على هذه البنت وعائلتها منين ومن المنطقة وشني هذه العائلة وكذا، وهذه من عاداتنا وتقاليدنا. ثالث نقطة الرؤية الشرعية، لابد أن يرى المتحابين لابد أن يرى بعضهم البعض، لأن في الاستخارة والاستشارة والرؤية الشرعية فهناك أسرار ربانية، أسرار من الله عز وجل. إذا تم التوافق في هذه المراحل الثلاثة الله عز وجل يوفق، لأن عقد الزواج هو الحلقة المتينة اللي تربط بين الزوجين، يعني يشهد الله عليها والملائكة والناس في جلسة رائعة من أجمل الجلسات، في رباط من أسمى وأعظم الرباط في البشرية على الإطلاق يعني. تمام دكتور، خلينا نتكلم شوية في البشرية على الإطلاق يعني. مش بس كلامي.